أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات بالأمس. هنبدأ من محافظة سوهاج. تم افتتاح في المحافظة سوق السمك الحضري الجديد بنطاق حي غرب لخدمة الباعة وخدمة الجمهور. أما في أسيوط فتم تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية كدعم للمستشفيات. كمان في الوادي الجديد تم اعتماد فتح 3 فصول للخدمات بمدارس التعليم الفني. وفي الشرقية منظومة الشكاوى الحكومية استجابت ل 97% من الشكاوى المقدمة خلال الشهر الماضي. تفاصيل أكثر نتابعها عن المحافظات. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة سوهاج افتتحت سوق السمك الحضري الجديد بنطاق حي غرب لخدمة الباعة وخدمة الجمهور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضرية تساعد بشكل كبير في تجميع الباعة الجائلين تحت مظلة واحدة للحد من انتشارهم في الشوارع، الأمر الذي يؤدي لحدوث تكدسات مرورية كبيرة، وتم تصميمه بشكل حضاري يخدم الجميع ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية، كما تم إقامته على مساحة 1200 متر وبتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق 17.5 مليون جنيه. كمان شهدت محافظة أسيوط تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمديرية الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة في استجابة سريعة تلبية لاحتياجات المواطنين ولسد العجز في بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمشاركة العشرات من الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وبعض المواطنين وذوي الهمم. محافظة الوادي الجديد اعتمدت فتح فصول خدمات مسائية بثلاث مدارس فنية بإدارتي الخارجة والدخلة التعليميتين للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023-2024، وده استجابة لمطالب أولياء الأمور بفتح فصول خدمات مسائية بمدارس التعليم الفني ومنح الفرص أمام الطلاب لاستكمال دراستهم بالمدارس الفنية. وتقرر فتح الفصول بمدارس الخارجة الصناعية العسكرية بمجموع 180 درجة والمروة التجارية بمجموع 220 درجة وموطة التجارية بمجموع 240 درجة، على أن يتم التقديم والتسجيل الإلكتروني حتى يوم الخميس 22 أغسطس 2024. في محافظة الشرقية استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة ل 3114 شكوى وطلب خلال الشهر الماضي، وده بمعدل استجابة بلغ 97.4% من إجمالي الشكاوى الواردة من القطاعات التنفيذية، والبالغ عددها 3195 شكوى، وده من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى وقنوات تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى. مركز مدينة تلا بمحافظة المنوفية أعلن عن انقطاع الكهرباء عن جميع قرى المركز لأعمال الصيانة اليوم الجمعة لمدة 3 ساعات، وده لصيانة الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. محافظة الغربية أكدت أن المحافظة قامت بزراعة 41522 شجرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وبالجهود الذاتية ومشاتل المراكز والمدن، وده ضمن حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة. افتتحت جامعة بنها معرض تحالف جامعة بنها لمشاريع التخرج في مجال الأمن السيبراني بمشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية. بتعد هذه المشاريع نتيجة تعلم معارف نظرية واكتساب مهارات تطبيقية ضمن خطة دراسية للطلاب تحت إشراف علمي من قبل أساتذة الكلية، وبتناقش المشاريع المقدمة قضايا مهمة في الأمن السيبراني وأمن الشبكات، وتصلح لأن تكون نواة لمشاريع وطنية رائدة وتساهم في عمليات التنمية والتطوير وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.